أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب كاظم المقدادي في صحيفة المدى بعنوان التغيرات المناخية في العراق واقع قائم لا مبالغة فيه. وقد ذكر الكاتب أن البلدان التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط هي من بين الأكثر عرضة للتأثر بتغيرات المناخ، لكنها تبقى مستبعدة تقريبا من أي تمويل متعلق بمكافحة هذه الظاهرة. وركزت تقارير دولية على العراق وسوريا واليمن. أضاف الكاتب أن التغيرات المناخية في العراق هي واقع قائم شاء أم أبى من ينفيها ممن لم يعش تداعياتها ولم يتابع أبرز مظاهرها كالارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، بحيث أصبح العراق من أسخن مناطق العالم صيفا، هذا فضلا عن قلة هطول الأمطار والجفاف والتصحر والعواصف الغبارية المتكررة والطويلة. وبذلك يثبت بأنه غير ملم بتداعياتها البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لو لم تكن التغيرات المناخية موجودة في العراق، فلماذا حددت وزارة البيئة العراقية في تقريرها عن حالة البيئة في العراق لعام 2015 مؤشرات التغيير المناخي في البلاد، وهي ارتفاع معدلات درجات الحرارة، قلة التساقط المطري، ازدياد شدة هبوب العواصف الغبارية، ونقصان المساحات الخضراء؟ ولماذا أصدرت وزارة البيئة العراقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة المساهمات المحددة وطنياً للعراق بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني 2015، وذيل عنوانها العراق يقدم هذه الوثيقة وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الإطارية الدولية لتغير المناخ والاتفاقية باريس المشرع تحت مظلتها؟ وجاء فيها لقد كان تأثير التغيرات المناخية واضحاً على العراق في التناقص الكبير للموارد المائية فيه وارتفاع متزايد في معدلات درجات الحرارة بما يفوق المعدلات العالمية. العراق يدخل في خانة أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وهو بحاجة لإجراءات عاجلة لحماية البيئة. ينتظر العراق مستقبل مخيف بهذا الشأن، حيث سترتفع درجات الحرارة ونسبة الوفيات المرتبطة بالحرارة أضعاف ما هي عليه. أفاد تقرير بريطاني بأن شركات نفط عالمية وهي تتسابق لتحقيق أرباح وسط تصاعد أسعار النفط بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، فإنها تساهم في مفاقمة أزمة الجفاف والتلوث في العراق، مؤكدا أن استخراج برميل واحد يتطلب ضخ 3 أضعاف من المياه. وذكر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن العراق يعد 5 أكثر دولة عرضة لتبعات تغير المناخ حسب تقرير الأمم المتحدة، متابعا أن خبراء دوليين ذكروا أن ندرة المياه عملت على تهجير الآلاف وزيادة حالة عدم الاستقرار. يقول التقرير إن منطقة جنوبي العراق الغنية بالنفط تعاني من الجفاف، مشددا على أن المسطحات المائية التي اعتادت أن تغذي عوائل كثيرة أصبحت الآن عبارة عن سواقي طينية. وأكد التقرير أن شركات إنتاج النفط تلجأ إلى ضخ كميات كبيرة من المياه في داخل الأرض عند البئر النفطي للمساعدة في استخراج النفط الخام، ولفت إلى ضخ 3 براميل من المياه في الأرض من أجل استخراج برميل نفط واحد فقط، والذي غالباً ما يتم تصديره لأوروبا. وأوضح التقرير أن صادرات النفط بتزايد في العراق، فإن كميات المياه فيه تناقصت على نحو سريع. وتحدث التقرير عن أن تحليلات صور الأقمار الصناعية أظهرت كيف أن سداً صغيراً بنته الشركة لتحويل مجرى ماء من قناة البصرة إلى محطة لضخ الماء في الحقل تسبب العام الماضي بمنع موسم الفيضان في المنطقة.
الافتتاحية صحيفة الميثاق التي جاءت بعنوان ألينا رومونسكي المتحكم الفعلي في العراق في حكومة مدعي مقاومة الاحتلال ومحور الممانعة. فقد أثارت لقاءات السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومونسكي التساؤلات بشأن تحركاتها المستمرة والمكثفة مع أحزاب السلطة وحكومة الإطار والموظفين التنفيذيين وبعض الفعاليات الاجتماعية في الدواوين المحسوبة على العشائر ممن صنعتهم الأحزاب السياسية، هذا فضلا عن منظمات المجتمع المدني والشكوك بشأن طبيعة عملها في العراق. فمشاهد تحركاتها ولقاءاتها خارج المألوف ولا يمت إلى أي عمل دبلوماسي يمكن أن يسوق، ولا سيما أن جميع لقاءاتها منفردة ولا يصحبها ممثل عن وزارة الخارجية أو مكتب من مكتب حكومة السودان حتى ولو من باب ذر الرماد في العيون. ولذلك يمكن أن نقول أن هذه اجتماعات وليست لقاءات. السفيرة الأمريكية تمارس دور الحاكم الفعلي للعملية السياسية، والمعلومات تشير إلى أن حكومة بايدن سلمت ملف العراق للسفيرة الأمريكية، وتصريحاتها كانت واضحة بهذا الإطار عندما قالت لن ترحل أمريكا عن المنطقة. والعراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن، ولذلك تحتفظ واشنطن بوجود عسكري ضمن قواعد منتشرة في العراق وسوريا. وهذه التصريحات والتحركات تشير بوضوح إلى التعهدات التي أبرمها الإطار التنسيقي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبضمانات إيرانية للموافقة على حكومة السودان. وقد اتضح ذلك من خلال التسابق بين زعماء الإطار على اللقاء بالسفيرة والتباهي بذلك لإيصال رسائل عبر إعلام الأحزاب والميليشيات أن هذا يمثل اعترافاً بحكومتهم من واشنطن، وهذا يكشف حقيقة تبعيتهم المطلقة لسلطة الاحتلال الأمريكي وأكذوبة ادعاءاتهم بإخراج القوات الأمريكية وزيف شعارات المقاومة التي يدعونها، مع أنهم طوال 20 عاماً كانوا متواطئين مع القوات الأمريكية المحتلة ضد المقاومة العراقية الوطنية في بغداد وغرب العراق وشماله ومحافظة ديالى. قال ألفارو فارغاسلوس الباحث في المعهد المستقل بأوكلاند في كاليفورنيا، قال إنه زار لبنان وقضى فيه عدة أسابيع. وفي أثناء مقال نشره موقع ذا هيل قال الكاتب: لو تابعت الأخبار في السنوات الأربع الماضية لا ربطت لبنان بالجحيم، وهو يعاني أزمة مالية نابعة من الفوضى السياسية والاقتصادية في عام 2019، تبعها وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020 الذي دمر أجزاء من العاصمة، والآن غياب الخدمات الأساسية وعدم وجود حكومة حقيقية بعد عام عن الانتخابات. فنظام المحاصصة الطائفية والجماعات السياسية المتنافسة جعلت من الصعوبة بمكان استبدال حكومة تصريف الأعمال. بعيداً عن المرونة الخرافية التي يتمتع بها شعب لبنان، هناك 3 أشياء أسهمت في نجاة لبنان. الأول هو المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين اللبنانيين في الخارج، والتي تصل إلى 6 مليارات دولار في السنة، ويساعد المال في الحفاظ على مستوى من الاستهلاك ويفتح فرصاً للنخبة الاقتصادية للاستثمار على أمل حدوث بعض الطلب على منتجاتهم وخدماتهم، ويحصل بعض المستثمرين على المال مع أن السياق الكارثي مفهوم. السبب الثاني، وهذه مفارقة، هم اللاجئون السوريون الذين يقومون بالمهام الضرورية التي لا يرغب اللبنانيون في القيام بها. وأخيراً، هناك الخروج الكبير للبنانيين، عدد كبير منهم من المتعلمين الذين توجهوا إلى دول الخليج وفرنسا وغرب إفريقيا، وساعدت هذه المأساة على تخفيف الضغط في المدى القصير. هناك قلة من اللبنانيين يعتقدون أن السلام العالمي سيساعدهم على الخروج من الحفرة.
نشرت صحيفة ساندي تايمز تحليلاً لمارك جالوتي عن مآلات الحرب في أوكرانيا قائلاً إنه من الصعب التكهن بما سيحدث في المستقبل، وتساءل إذا حدث الهجوم المضاد لأوكرانيا فماذا سيحدث بعد هناك مزيد من الغموض فيما بات ينظر إليها بالحرب التي لا يستطيع أحد التنبؤ بها. وأضاف الكاتب أنه وغيره من الذين يعتمدون على المصادر المفتوحة وما تبقى لديهم من نقاط اتصال في أوكرانيا وروسيا ليس لديهم إلا نظر بحسد للمواد الهائلة والسرية المتوفرة للمسؤولين الأمريكيين، لكن مصدرا مطلعا على المعلومات الاستخباراتية تحدث إليه بصراحة قائلا إنه لا يستطيع التكهن بما سيحدث في حالة بدأ الهجوم الأوكراني المضاد. على عكس الأوكرانيين فالروس سيخوضون حربا معروفة لديهم، الحفاظ على خطوطهم من الخلف، وسيعتمدون على حقول ألغام مكثفة وأسلاك شائكة وفخاخ الدبابات والخنادق القديمة من أجل إبطاء المهاجمين ودفعهم إلى ميادين الموت، حيث ستقوم الدبابات بعملها القاتل. وسيضيف الروس من ملاجئهم المرتبطة بالخنادق الضربات المدفعية التي سترحب بالأوكرانيين. هذا هو المخطط على الأقل، لكن الأوكرانيين طالما تفوقوا على عدوهم في خططه وسيحاولون حرف نظره ودفعه بعيداً عن المكان الذي يريد ضربه. ويشير الكاتب إلى خيارات أخرى مثل تحقيق الأوكرانيين نجاحاً كارثياً بشكل يدفع بوتين لاستخدام السلاح النووي، ويجب أن يكون بالحسبان لأن الروس عندما يضعون الخطوط الحمر فهي من أجل التعامل مع الغرب ويبالغون في الحديث عن الدمار، لكن هذا لم يقود إلى تصعيد في الحرب. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام مع رسوم الكاريكاتيرية. كشف رئيس شركة ميتا الملكة لفيسبوك مارك زوكربيرغ عن خوذة جديدة لعرض الواقع الافتراضي، مستبقا بذلك مؤتمرا سنويا لشركة أبل، إذ يقول مراقبون أنها ستكشف فيه عن خوذتهم الافتراضية الأولى. وكتب مارك زوكربيرغ عبر حسابه على فيسبوك وإنستغرام في توضيح مرفق بمقطع مصور يظهر هذه الخوذة الجديدة من سلسلة كويست، وهي أول خوذة موجهة للعامة مع واقع مختلط بالألوان عالية الدقة، إذ يتيح هذا الواقع المختلط الانتقال من الواقع الافتراضي الذي يغمر المستخدم في عالم الافتراضي إلى الواقع المعزز، إذ تظهر فيه عناصر افتراضية متراكبة على بيئته الحقيقية.
الغنيه. وذكر ايضا زوكربيرغ ان خوذه كويست 3 ستطرح للبيع في الولايات المتحده في اثناء الخريف بسعر يبدا ب $500. نظمت اللجنة البارالمبية اليمنية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية اليوم على ملاعب السبعين في أمانة العاصمة، نظمت احتفال الألعاب الرياضي لذوي الإعاقة، إذ يشارك في هذا الاحتفال 74 مشاركا ومشاركة في ألعاب كرة الطائرة جلوس وكرة السلة كرسي متحرك وألعاب القوى وجري المكفوفين وكرة الهدف وكرة الريشة وتنس الميدان وكرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية ورفع الأثقال والشطرنج وتايكوندو. إن ممارسة ذوي الإعاقة العديد من الألعاب الرياضية يؤكد أنهم فوق مستوى الإعاقة وأن قدراتهم تتجاوز بكثير الصعوبات والمعوقات البدنية المرتبطة بتلك الإمكانيات. نتابع قبل الختام مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. منذ الإعلان عن قرب دخول قمر صناعي متقاعد إلى الغلاف الجوي وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية، والعالم مشغول بمدى احتمال سقوط أو تصادم الأقمار الصناعية، فالمركبة الفضائية RHESSA أطلقت عام 2002 لاستكشاف الفيزياء الأساسية، وقد انتهت مهمتها عام 2018 بحسب معهد البحوث الفلكية. أما عن عديد النفايات الفضائية التي تطفو في المدار باستثناء الحطام الصغير الذي تتعذر مراقبته، فيبلغ 27 ألف قطعة بحسب وكالة ناسا. إنها نفايات فضائية عبارة عن أقمار صناعية خرجت عن الخدمة وشظايا ناجمة عن الرحلات الفضائية وفقاً لبي بي سي. مدار أرضي مزدحم. عديد الأجسام العالقة في المدار حول الأرض تتصاعد بشكل عام، إلا أن مصدر القلق الأكبر يكمن بعودة مركبات فضائية معطلة لم يخطط لعودتها وفقا لأستاذ هندسة الفضاء الدكتور هيو لويس. أما عن حجم المخلفات الفضائية فيبلغ نحو 500 ألف كتلة، بعضها بحجم حافلة كمركبة إنفيسات التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وفقا لبي بي سي فيوتشر. ومنذ إطلاق القمر الصناعي سبوتنيك 1 عام 1975 ميلادي وحتى عام 2019 تم إطلاق ما مجموعه 8378 قطعة في الفضاء، نصفها انتهى أجله وتحطم بحسب مكتب شؤون الفضاء الخارجي إينوسا. ندرة التصادم والسقوط. تطلق الأقمار الاصطناعية بقوة تتناسب مع الجاذبية الأرضية بما يبقيها في مدارها ويحول من دون سقوطها وفقاً لناشيونال جيوغرافي، فيما يستمر بعض الحطام المداري على ارتفاع 1000 كيلومتر بالدوران حول الأرض لألف سنة أو أكثر بحسب نيويورك بوست. إلا أنه ومع تزايد الأقمار أصبح من الضروري تكليف الذكاء الاصطناعي لتجنب حوادث الاصطدام وفقاً لوكالة ناسا. وبرغم أن تصادمها نادر الحدوث، إلا أن تصادماً وقع عام 2009 بين قمر اتصالات أمريكي بالقمر الصناعي الروسي كوزموس 2251 بعد خروجه عن الخدمة بحسب وكالة الفضاء الأمريكية. في ختام جولتنا الصحفية من الرافدين في صدى الأقلام، تقبلوا تحياتنا مشاهدينا، السلام عليكم.